الحمد لله النهاردة على النتيجة. طبعا النتيجة النهاردة بالنسبة لنا نتيجة إيجابية طبعا، بس مش أحسن أداء عندنا النهاردة، نظرا طبعا دي أول مباراة في البطولة. إن شاء الله بإذن الله في المباريات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله الأولاد يبقى عندهم أداء أفضل من كده. الشوط الأولاني كنا ماشيين كويس، جبنا 3 أهداف، كان لينا ضربة جزاء رابعة حكم ما حسبهاش، بس الحمد لله. الشوط الثاني برضو الأولاد برضو أنت فاهم أول ماتش في البطولة ولسه الماتشات جاية كتير إن شاء الله بإذن الله، وننتظر منهم إن شاء الله بإذن الله أداء أفضل من كده الماتشات اللي جاية إن شاء الله. الحمد لله الفوز النهاردة أول فوز لنا في دار الجمهورية 3-0 على فينا، والحمد لله سجلت 2 بحمد وأشكر ربنا طبعا، وبحب أشكر زمايلي على الأداء اللي عملوه النهاردة، وقدرنا ننفذ يعني الكلام اللي الكابتن قاله لنا طول الأسبوع. أحب أشكر طبعا الجهاز الفني اللي شغال معنا على أعلى مستوى، شغالين معنا والحمد لله يعني قدرنا ننفذ اللي هم بيقولوا عليه. الحمد لله على المستوى والحمد لله على الجهاز. طبعا جهزنا كده في المعسكر من 2-3 أسابيع، والحمد لله النهارده اتطبق في الملعب كل الجهاز الفني بيقوله، واحنا معانا جهاز فني على اعلى مستوى والحمد لله كل ده اتطبق النهارده. الحمد لله اول ماتش طبعا كنا كويسين وادينا طبعا زي ما الكابتن قال لنا كابتن محمود بيومي، طبعا كان في شويه اخطاء عادي لان اول ماتش، بس الحمد لله قدرنا ان احنا ننفذ اللي الكابتن قال لنا عليه وعملنا نتيجه وان شاء الله الاحسن جاي. يعني اول حاجه احب اشكر الجهاز الفني لان هم تعبوا معانا في طول فتره الاعداد دي، واحنا عملنا فتره اعداد على اعلى مستوى، واحنا ان شاء الله هدفنا الاول ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله. النهارده يعني كسبنا 3-0، احنا يعني كابتن مش عاجبه النتيجه لان احنا عندنا اكتر من كده كتير، يعني النهارده كان المفروض نكسب سكور مش 3 بس يعني كنا كويسين، بس احنا كنا منتظرين يعني اهداف اكتر من كده.